هذا يسأل تكرار العمرة، واحد جاب عمرة من بلده من بلده يريد يجيب عمرة ثانية، يخرج من مكة ويجيب عمرة ثانية، نقول هذا جائز لا بأس، جائز، ولكن بقاؤك في مكة وتعبدك في المسجد الحرام أفضل من عمرة ثانية. فالذي ننصح لك، الذي ننصح لك به أنك تبقى في المسجد الحرام للعبادة والصلاة والطواف وقراءة القرآن والذكر أفضل من تكرار العمرة. وإن كان ما أنت بمطيع تقول لا أجيب ثاني، إحنا ما نقول حرام، يجوز هذا، لكن تفوت على نفسك ثوابا كثيرا أفضل من العمرة. نعم.